السلام عليكم. في أمثالنا الشعبية نقول الجار قبل الدار، بمعنى علينا أن نحسن اختيار جيراننا قبل اختيار الدار لما للجار من تأثير إيجابي أو سلبي علينا. في العلاقات الدولية لا يمكن ذلك، بمعنى أن الدولة لا تستطيع اختيار جيرانها، فقد يكون هناك دول جيدة إلى جوارها صاحبة حكم حميد، وقد يكون هناك دول سيئة أو جار سيء. الجار السيء هو الدولة الهشة أو الدولة الفاشلة. تطرقنا في فيديوهات سابقة لمفهوم الدولة الهشة والدولة الفاشلة والتفريق الصعب بينهما، سأضع روابط الحلقات السابقة في الأسفل. وذكرنا كذلك أنه نستخدم مؤشر صندوق السلام لقياس مستوى استقرار وهشاشة الدول، وهو أكثر المؤشرات قدرة على ضبط هذا الموضوع. هذا المؤشر كما في الصورة التالية يقسم الدول إلى 4 فئات رئيسة: الدول المستدامة وهي باللون الأزرق وتدرجاته، الدول المستقرة وهي باللون الأخضر وتدرجاته، الدول في مستوى التحذير باللون الأصفر والبرتقالي الفاتح، الدول في مستوى الإنذار اللون الأحمر وتدرجاته طبعا مع البرتقالي الغامق. داخل كل فئة من هذه الفئات هناك أيضا 3 تقسيمات فرعية: العادي والعالي والعالي جدا. بمعنى لنأخذ مستوى دول في مرحلة الإنذار، لدينا في مرحلة الإنذار ومرحلة الإنذار العالي ومرحلة الإنذار العالي جدا. إذا افترضنا نظريا أن الدول الهشة والفاشلة تقع في المستوى الرابع الأخير في مستوى الإنذار، يمكن هنا أن نميز نظريا بين قسمين: قسم الإنذار والإنذار العالي وهي الدول الهشة، وقسم الإنذار العالي جدا وهي الدول الفاشلة. هذا التقسيم يعطينا أنه على مستوى العالم لدينا 4 دول فاشلة، وهي بالترتيب من الأسوأ: اليمن، ثم الصومال، ثم جنوب السودان، ثم سوريا، إلى جانب 27 دولة هشة على مستوى العالم ككل. تأثر الدول بحالة الهشاشة أو الفشل هو تأثر عميق جدا في بنية الدولة وطويل الأمد، في أحسن الأحوال هو متوسط الأمد، بمعنى أن الهشاشة ترتبط بالمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية في بنية الدولة وحتى الديموغرافية في بنية الدولة. وبالتالي حتى نتجاوز مرحلة الهشاشة سنحتاج إلى سنوات طويلة حتى نكون قادرين على ذلك. طبعا حتى نقدر نتجاوز مرحلة الهشاشة يفترض أن يكون عندنا مستوى مقبول من الاستقرار السياسي، لدينا أيضا يكون نخب واعية، مستوى مشجع من التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز حكم القانون. بدون هاي الأدوات صعب نتخيل أن الدولة ممكن تخرج من حالة الهشاشة. إذا في حال توفر هذه الأدوات أو العمل على توفيرها، يكون لدى الدولة مجموعة سيناريوهات بالنتيجة: إما الخروج من حالة الهشاشة إلى مرحلة الاستقرار، وإما أن تبقى عالقة لسنوات في مرحلة الهشاشة قبل أن تحسم أمرها، بمعنى استقرار الهشاشة نفسها، أو يكون لديها انتكاسة أو ارتداد إلى مرحلة الفشل. تداعيات الفشل أو هشاشة الدولة لا يقتصر على آثار داخل الدولة فقط. ذكرنا أن الدولة الهشة والفاشلة هي جار سيء، بمعنى أن هذه الآثار تمتد إلى الدول الجوار وإلى عموم الإقليم الذي تقع فيه الدولة. يعني شيء بيشبه التفاحة الفاسدة في صندوق تفاح تؤثر في كل التفاح الموجود في الصندوق. لدينا دراسة عدى شوفيه وهوفلر بتقول أن التكلفة السنوية للدولة الهشة تقريباً 276 مليار دولار، لكن معظم هذا المبلغ يقع على عبء دول الجوار بحدود 206 مليار دولار. تتكلف دول الجوار طبعا لعوامل كثيرة من الجار السيء. في دراسة ثانية عدى ساندلر ومردوخ بيشوفوا أنه في وجود جار سيء فإن الإخفاق لدى الجار الجيد يتضاعف عدة مرات. بيقولوا أنه الآثار السلبية، الآثار الاقتصادية السلبية لهذا الجار السيء تمتد في دائرة نصف قطرها 800 كيلومتر. إذا انتقلنا إلى العالم العربي، لدينا 3 دول فاشلة وفق التصنيف السابق، وهي اليمن والصومال وسوريا، ولدينا 4 دول هشة هي السودان والعراق وإريتريا وليبيا. البعض لا يصنف إريتريا ضمن الدول العربية لأنها لم تنضم إلى جامعة الدول العربية. طيب،
إذن لدينا مجموعة من الدول الهشة والفاشلة داخل العالم العربي، عدا عن أننا محاطون بمجموعة من الدول الهشة وخصوصا في إفريقيا. هذا ينذر بكارثة في داخل إفريقيا ومحيطها بما يشمل العالم العربي في معظمه، أو هو ما يشبه انفجار للدول الهشة والفاشلة. الآن إذا حيدنا المتغيرات الأخرى واعتمدنا فقط متغيرين، اللي هما متغير الكلفة السنوية للجار السيء وآثار الجار السيء في الإقليم، فقط هذين المتغيرين، سنجد أن الدول العربية تقع ضمن خمس فئات. الفئة الأولى وهي الفئة، طبعا ما عدا الدول الهشة والفاشلة في العالم العربي لدينا أيضا دول معرضة لتأثير بالغ الخطورة. نتحدث هنا عن مصر، عن جيبوتي، عن موريتانيا وعن لبنان. أيضا لدينا فئة معرضة لتأثير خطير، نتحدث عن الأردن والسعودية والجزائر، إضافة إلى دول تتعرض لتأثير قائم الآن مثل تونس، ولدينا دول تتعرض لتأثير محتمل مثل الكويت وعمان. والفئة الخامسة هي دول ليس هناك أي تأثير عليها في المرحلة الحالية. طبعا هذا في حال حيدنا باقي المتغيرات أو تجاهلناها، لكن في العالم العربي هناك مجموعة من المتغيرات الإيجابية ربما تعزز فرص تجاوز هذا التهديد، إلى جانب متغيرات سلبية ربما تزيد من حدة هذا التهديد. أبرز هذه المتغيرات السلبية استمرار التدخلات الدولية، استمرار التدخلات الإقليمية، استمرار التدخلات العربية في الشؤون العربية بشكل فوضوي، استمرار الحراكات الشعبية، عدا عن أن الدول الهشة نفسها يزداد وضعها سوءا ولا يتم معالجة مسألة الهشاشة فيها، إلى جانب متغيرات لا يمكن ضبطها أو توقع نتائجها مثل أسعار النفط، مثل الأوبئة العالمية، مثل التغيرات المناخية. يضاف إلى ذلك أن المنطقة دائما فيها مبررات لإشعال حروب إقليمية. لمن يرغب بالاطلاع على مزيد حول ذلك، هناك دراسة بعنوان انفجار الدولة الفاشلة أو الدول الفاشلة موجودة على مدونتنا، سأضع لكم رابطها في الأسفل. شكرا لكم.